أسعد الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس صافي 18 درجة مئوية متوقعة، الرطوبة 53% والرياح تكون خفيفة السرعة. أنتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد الثلاثاء. نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تشهد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، تسجل المفرق 32 إلى 19، إرب 29 إلى 17، جارج 30 إلى 17، أما عجلون 27 إلى 17. المنطقة الوسطى البحر الميت طقس حار بشكل لافت 37 إلى 24، مأدبة 32 إلى 17، البلقاء 31 إلى 20، العاصمة عمان 30 إلى 19، أما الزرقاء 32 إلى 18. المنطقة الجنوبية الكرك 27 إلى 18، الطفيلة 28 إلى 21، الشوبك 26 إلى 20، معان 31 إلى 18، أما العقبة 37 إلى 27. المنطقة الشرقية أرويش 32 إلى 17، الصفاوي 33 إلى 17، أما الأزرق 34 إلى 17. إلى اللقاء.